غسان بن جدو، صباح المدى. صباح النور، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك بصباح المدى. بداية نحن تعودنا نحكيك على التليفون اليوم مباشرة على الهواء في هذه الحلقة التي يعني يسرنا أن نسميها حلقة تكريمية لغسان بن جدو. أنا شاكر جدا لصوت المدى، هذه الإذاعة المتميزة والصاعدة والتي فهمت بأنها أصبحت من الإذاعات الأولى في لبنان رغم أن عمرها لا يزال وليدا. أنت غسان بن جدو الإعلامي في قناة الجزيرة، خط العديد من النجاحات والتحديات مع هذه القناة. هل كنت يوما تتوقع أنك ستغادر هذا الموقع بهذه الطريقة، استقالة فورية، رحيل مفاجئ؟ كلا، لم كن نتوقع بهذه الطريقة، ولكنني أكثر مرة سألت سابقا هل يمكن أن تجد نفسك خارج الجزيرة، فكنت أجيب نعم، عندما لا أجد ذاتي في قناة الجزيرة فسأكون خارجها ببساطة تامة. قبل أن نتحدث عن الاستقالة، في البعض يقول أن سنتحدث عن الأسباب، بداية صارت معلومة مبدئيا من الجميع، ولكن البعض يقول أن غسان بن جدو تأخر في إعلان استقالته. يعني الثورة البحرينية بدأت في 14 شباط وأنت تأخرت مبدئيا، يعني بعد أحداث البحرين وبعدما شاهدت الأداء الإعلامي للجزيرة بعد ثورة البحرين، أنت كان من المفترض أن تقدم استقالتك فورا. أنا في الحقيقة لم أقدم استقالتي فقط احتجاجا على ما أعتبره سياسة لا أرضى عنها فيما يتعلق بالبحرين فقط، لا، هي تراكمات بلا شك، هي تراكمات تجمعت لدي. تراكمات أم سوريا كانت الأساس؟ يعني كانت هي المفصل. تراكمات، ولكن بالنهاية عندما وصلنا إلى كيفية التغطية في بعض الثورات في بعض المناطق ومنها سوريا تحديدا، فأنا لم أكن راضيا عما يحصل، وقلت في نفسي إذا لم أكن مرتاحا سياسيا ولدي حرج أخلاقي ولست راضيا عن الأداء المهني فماذا أفعل؟ لو لم تصل شرارة الاضطرابات إلى سوريا كنت استقلت؟ لست أدري، لكن في النهاية القرار هو ليس بالضرورة لأنه أنا مع سوريا أو للسوريا، فالقضية ليست لا علاقة لها بأنه هناك سياسة طبيعية وجيدة مع سوريا أو لا إطلاقا. كنت أعمل في الجزيرة وكانت هناك قطيعة بين الجزيرة وبين سوريا وكان أمر طبيعي. ربما ذكرت معلومة في جريدة السفير عندما قدمت استقالتي، ولكني لم أن أؤكدها مرة واحدة. أنك منعت من دخول سوريا في وقت من الأوقات؟ أنني منعت من دخول سوريا لمدة عام ونصف، ولكن الآن أنا معك أؤكد هذه المعلومة، أنا لم أقلها سابقا. نعم. لما منعت حينها؟ منعت على ما أعتقد لأن البعض في داخل دمشق لم يكن راضيا عن طريقة تغطيتي للشأن اللبناني بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله. كيف منعت رسميا من القيادة السورية؟ ممنوع غسان بن جدو من الدخول إلى سوريا؟ الحقيقة أنا لم أبلغ بشكل رسمي، ولكنني فهمت من إحدى القيادات الفلسطينية بأنني ممنوع من دخول سوريا، وهو قائد فلسطيني كبير موجود في دمشق. أنا لم أجازف ولم أحاول بالدخول وقت ذاك، وبعد إذن بعد فترة نعم أنا كنت مدعوا لمدينة حلب. نعم. هذا بعد حرب تموز، كنت مدعوا لمدينة حلب من أجل إلقاء كلمة في احتفال كان يرعاه رئيس الوزراء آنذاك فيما يتعلق بالشهيد الكبير السينمائي مصطفى العقاد، وطلبت وقت ذاك من ألقي كلمة أصدقاء العقاد رغم أنه هناك فارق سن كبير بيني وبين الشهيد العقاد، ولكن الكل كان يعلم بأن لدي علاقة متميزة جدا مع ذلك الرجل الكبير، وأنا إذن اكتشفت في الحدود بأنني ممنوع من الدخول. فاتصلت بأحد المسؤولين السوريين وقلت له لست أدري لماذا أنا أمنع من الدخول، وهذا الرجل استغرب كثيرا. تم إدخالي لسوريا بطريقة ما، وبعد إذن عولجت المشكلة، وفهمت بعد إذن بأنه كأن هناك عنصر أمني ما هو الذي منعني، ليس بالضرورة أن يكون مسؤولا كبيرا ولا قياديا كبيرا. أنا فهمت حتى الرئيس بشار الأسد لم يكن على علم. أنا لا أزال متمسكا بما قلت على قناة الجديد، بأن حتى على جريدة السفير، بأن لدي اتفاق بيني وبين إدارة الجزيرة بعدم التعرض أي طرف إلى الآخر بما يمكن أن يعتبر تشهيرا أو إساءة أو إساءة للسمعة، ولكن هذا لا يمنع بطبيعة الحال أنني كمراقب وكمشاهد وكمحلل وكصحفي أن أبدي بعض الملاحظات التي لا يمكن أن توصف أو توضع في خانة الشتم أو التشهير أو الإساءة للسمعة، علما وأنني أقول أيضا لأول مرة بهذا الأمر، أنا قلت أنه تم اتفاق متبادل بيني وبين الإدارة، ولكن الحقيقة حتى هذه اللحظة أنا لم يصلني النص الخطي
الذي اتفقنا عليه هنا في بيروت والذي تلتزم فيه إدارة الجزيرة بعدم التعرض لي أو الإساءة إلى سمعتي أو التشهير بي. هذا النص لم يصلني حتى الآن، وفهمت كأنه لن يصلني هذا الخطاب. والحجة التي قدمت لي بأن المؤسسة عادة لا تقدم نصوصا كهذا، فأنا أرسلت وجهت رسالة رسمية إلى الجزيرة قبل أيام، وقلت لهم بأنني لا أزال محافظا على عهدي وتعهدي، ولكني نعتبر بأن هناك تراجعا تم فيما يتعلق بعدم تمكيني من هذا النص، علما أن هذا النص الذي كنت أنتظره تم صياغته في بيروت بيني وبين مدير الشؤون القانونية الذي أتى إلى هنا، وتمت الموافقة عليه من قبلنا، وكنت أتوقع أن يصلني بشكل طبيعي وعادي. لم يصلني هذا الأمر. أيضا أود أن ألفت الانتباه إلى أن كل هذا الأمر يحصل، وفهمت بأن هناك محاولات الآن من قبل البعض سواء داخل القناة أو خارج القناة بالالتفاف على قرار استقالتي كقرار استقالتي كموقف من أجل ليس فقط التشهير بي والتسويه سمعتي فقط، ولكن أيضا محاولة توريطي في ملفات. أنا أحذر، أنا لم أكن أريد أن أتحدث عن هذه النقطة، ولكنني أحذر من أي طرف سواء في هذه القناة أو من كانوا في هذه القناة ولا يزالون مستمرين في ألاعيبهم. أحذر من أن العمل على الإساءة إلى سمعتي ومحاولة تشويه موقفي الذي اتخذته بالاستقالة سيجعلني في حل من أي التزام، وأنا إذن سأتحدث بكل صراحة وسأفتح ملفات عديدة. أنت ما زلت ملتزما للآن؟ أما حتى هذه اللحظة أنا لا زال ملتزما بهذا الأمر، ولكن أود أن أتحدث عن الفضائيات بشكل عام، علما أن ملاحظاتي ستلامس الجزيرة وغير الجزيرة، لأن بكل صراحة الآن ما أشاهده الآن لا أشاهد قناة بعينها في الفضاء العربي تنحو النهج الذي أنا لست راضيا عنه. أنا أمام مطبخ، أمام عدة قنوات تقريبا الآن أصبحت نسخة مطابقة الأصل، كل قنوات تقريبا نسخة واحدة. نحن كنا في السابق متميزين عن غيرنا، أنا أرى الآن بأننا كلنا نسخة مطابقة الأصل. كله يشوه الحقائق برأيك؟ كله تقريبا لا يتعاطى مع الواقع كما هو. أنا ليست لدي مشكلة مع ما يمكن أن يحصل في سوريا من انتفاضة من أجل الحرية والديمقراطية والإصلاح، وحتى إن بلغت هذه الانتفاضة مرحلة الثورة ليست لدي مشكلة في هذا الأمر. أنا أقول بكل صراحة وبلا حشرجة، أنا مع الحرية، أنا مع الإصلاح، أنا مع الديمقراطية، أنا مع ضرب الفساد. أريد أن أعود لموضوع التشهير بك. أنت تقصد وجود لجنة تحقيق الآن في مكتب الجزيرة، والتي أعلن عنها زميلكم السابق في المكتب المراسل عباس ناصر امبارح على قناة الجديد، تحدث عن لجنة تحقيق موجودة الآن تبحث في ملفات. الحقيقة الذي حصل هو التالي، أنا لم أسمع ما قاله الذي أشرت إليه، ولكنني طبعا أنا يعني لم أسمع مباشرة، سمعت تقريبا ما قيل، ولكنني أوضح التالي. أنا أعلنت استقالتي وأرسلت استقالتي إلى الدوحة، وكان يفترض أن أذهب إلى الدوحة من أجل مناقشة الموضوع، ولكن عندما نشر ما نشر في السفير وأصبح من غير اللائق أن أنا أتراجع عن قرار استقالتي، ومن غير المعقول أيضا أن قناة الجزيرة كان من الممكن إذا ذهبت إلى الدوحة أن تتراجع عن الاستقالة؟ لا، كلا إطلاقا. أنا قرار استقالتي كان ناجزا ولا يمكن أن أتراجع عنه، وحتى رسالة استقالتي كانت رسالة موجزة جدا. لكن عندما نشر ما نشر في السفير تقول أنه لم يعد مقبولا تماما أنه أنا الذي أخرج بموقف أبقى في هذا الموقع. نحن في عقودنا لدينا مهلة مدة شهرين. لي وللقناة، يعني القناة حتى أنت غادرت فورا من دون أن بالحقيقة لا باتفاق، لا باتفاق، في النهاية أنا رجل مسؤول ومسؤول عن مكتب،
أنا لم أغادر إلا متى جاءت هذه اللجنة، والتي شكلت من قبل المسؤول القانوني والمستشار القانوني ومسؤول التدقيق المالي. وهذا عادة يحصل في كل مكتب، يعني كل مكتب يقدم شخص. ماذا تفعل هذه اللجنة حاليا في المكتب؟ لا أنا أقول لك، فجاءت، اتفقنا على المغادرة بشكل سريع وفوري. وأنا وقعت على ذلك الالتزام، وقاموا بالجرد العادية، مسميح الجرد، يعني كل شيء موجود في المكتب بشكل طبيعي وعادي، وغادرت وانتهى الموضوع خلاص. يعني أنا اعتبرت المسألة انتهت. أنا فوجئت بعد إذن بعودة فريق من المدققين هناك، وأعتقد بأن هذا الأمر جاء بعد ما نشرت مجلة الشراع نقلا عن فتاتين، وبعد إذن الزميل الذي ذكرت اسمه الآن، بأن هناك ملفات معينة، وذكروا بشكل أساسي القناة التركية. فأنا إذن أعتقد أنه بشكل معين جاء شخص فريق على ما أعتقد من التدقيق، وفهمت بأنه جاء إلى المكتب، وفهمت أنه جال في المقاهي كثيرا في شوارع بيروت وتحدث إلى بعض الناس. ولست أدري ما الذي يفعله. المهم الذي يود أن أقول، لأنه هذا الحقيقة مسألة يعني جانبية وثانوية ولكنها مهمة، لأنه أنا حذرت بطبيعة الحال. أولا، لن يجد أحد شيئا عني على الإطلاق، لا من قريب ولا بعيد. وأعتقد أنه أنا أخشى أنه يتم التصرف معي بشكل كيدي، وأنا إذن ربما سيكون الرد بشكل أنا لا أحبذه. ثانيا، الأسماء التي تفضلت الآن بذكرها، بشكل عام أنا منذ سنة تقريبا لم أتحدث مطلقا عن هذا الزميل الذي تم خلاف في الداخل المكتب، واختلف مع تقريبا جميع زملائي بما فيهم أنا بطبيعة الحال. ثم جاءت لجنة تحقيق العام الماضي للتحقيق في تلك الشكاوى التي قدمت، وخلصت هذه اللجنة بأن هذا الزميل ارتكب أخطاء فادحة في حقي وفي حق المكتب وفي حق العمل، واتخذ قرار في شأنه آنذاك بإخراجه من لبنان وذهابه إلى أي مكان آخر، وبعد إذن الرجل استقال. هو يقول أنك أنت خيرت إدارة الجزيرة بينما إن أن يبقى غسان بن جدو أو أن يترك عباس ناصر، الذي أنت لا تحب أن تذكر اسمه على ما يبدو. يعني لا أذكر اسمه عباس ناصر، عادي، ليست مشكلة في هذا الأمر، ولكن بقطع نظر عن هذه التفاصيل، الآن مشكلتي ليست معه. وأنا أود أن أقول لك أخت لانا، طب هيك صارت الأمور أستاذ غسان، يعني أنت خيرت الإدارة يا غسان بن جدو في المكتب أو عباس ناصر؟ شوف، أنا لا أريد أن أعود إلى تلك المرحلة. في النهاية حصلت مشكلة، وأتمنى لا تحدث عن تلك الفترة لأنها ليست كما تصور. هناك مشاكل أكبر بكثير، وليست المشكلة مع هذا الشخص، ربما تكون مشاكل مع من هو أعلى وأكبر منه. ولكنني أقول لك بكل صراحة، لن أشرف منتهز انتهازي، ولا كاذب كذاب، ولا غادر غدار، ولا طاعن طعان في الظهر بنصف دقيقة من وقتي والسادة المستمعين حتى أوضح خلفيات ما كان يحصل في السابق مع أكثر من شخص. هل ممكن أن يعود؟ والفتيات التي معه. هل ممكن أن يعود هو إلى رئاسة مكتب الجزيرة؟ هذا الأمر لا يعني. يعني غسان بن جدو على علاقة جيدة بإدارة القناة كما هو معروف، يعني كما هو متداول، وعلى علاقة جيدة أيضا بالقيادة القطرية، بالشيخ موزة، بالشيخ حمد، أليس هذا صحيحا؟ يعني هكذا يغادر هذه القناة بعد كل هذه السنوات؟ هل تم الاتصال بك مثلا من القيادة القطرية؟ كلا، لم يتصل بي أحد من القيادة القطرية. تم الاتصال بيني وبين اتصل بي الشيخ حمد بن ثامر الثاني رئيس مجلس إدارة، وهو رجل بيني وبينه علاقة متميزة جدا. وأنا أقول بكل صراحة بلا تملق، لأن هذا البرنامج لن يسمعوه في قطر، ولكنني أقول لك بأن هذا الرجل من أنقى وأطهر الناس الذين عرفت، وعلاقتي أتمنى أن تبقى علاقة جيدة. لكن هي القضية زميلتي العزيزة هي ليست قضية مجاملات، قضية موقف. أنا أعتبر بأنه الآن في المنطقة بشكل عام هناك سياسة أرى بأن فيها انحرافا سياسيا استراتيجيا كبيرا وخطيرا بشكل عام في المنطقة، والأداء الإعلام الذي يواكب هذا الانحراف السياسي الاستراتيجي أراه أيضا منحرفا سياسيا وأخلاقيا ومهنيا في عدة فضائيات عربية، ولا أريد أن أخصص فضائية بعينها. لذا أنا قلت أتخذ موقف. نفهم منك أستاذ غسان أن قطر غيرت سياستها، لم تعد تستوعب أمثال غسان بن جدو القوميين العربيين المناهضين لإسرائيل؟ لا أعتقد ذلك. هناك عدد كبير من الزملاء الذين يعتبرون أنفسهم من الوطنيين ومن القوميين ومن المعادين للاحتلال الإسرائيلي.